شكرا معلقنا كابتن احمد مناع. اذا انتهت احداث مباراه كره السله سيدات في دوري المرتبط في دور قبل النهائي ما بين الاهلي وسبورتنج بنتيجه 84-73. المباراه تسيد النادي الاهلي يعني فيها المباراه منذ البدايه حتى النهايه. برحب بضيوفي الكابتن عمرو صابر. اهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك. كابتن علي اهلا بيكي المره الثالثه. كابتن علي، تعليق حضرتك عن المباراه ويعني هل كانت متوقعه ام لا؟ يعني شايف المباراه ازاي؟ لا، هو مبروك يعني للاهلي، وطبعا ما كانش متوقع لان احنا قبل الماتش بدقائق جالنا ان احسن لعيبه في مصر صحيح، فطبعا ده عمل دربكه. كنا نفسنا نتكلم فنيا يعني قوي في الماتش، بس طبعا يعني اكيد في حاجات هنتكلم فيها. بس كتوقعات احنا كنا متوقعين الماتش هيكون احسن من كده، بس طبعا في الاخر خالص مبروك للنادي الاهلي والف سلامه على كل الناس. صحيح، يمكن الدربكه اللي حصلت بسبب المساحات وبسبب خروج بعض اللاعبين. طيب خلينا نشوف. طب انت رايك يا كابتن، عشان نروح بس للحته دي، رايك احسن لعبه في المباراه ايه؟ لعبه منار ايهاب. منار ايهاب كانت في الشوط الثاني، في اخر الكوارتر الثاني. كابتن عمرو، نفس اللعبه الكوارتر الثاني منار ايهاب. طب ممكن تعدوها لنا ثاني يا جماعه؟ ايوه، دي لعبه ايهاب منار 3 بوينت من نص الملعب مع البازر. منار ايهاب، انا اسف، منار ايهاب كانت الكره في البازر في الاخر اربعه، في اخر الشوط الثاني او الفتره الثانيه، حتى هي يعني بتبتسم كده الكوره، يعني ما كانتش متوقعه. بصوا ثاني من نص الملعب، يمكن بعد نص الملعب بخطوه وقدر تسجل، بتحسب بثلاثه. دي كان من اطرف الحاجات، يمكن مش كل او مش دائما ابدا بنشوف الكور دي في الكور يعني في مصر، بس الحقيقه منار نجحت انها تجيبها. دي يعني افضل لعبه، بالرغم انها مش من النادي الاهلي، يعني مش من رغم برغم النادي الاهلي مش هو اللي حاطط الكوره ومش هو اللي عامل احسن لعبه، ولكن الحق يعني دي دي دي, دي وهي لعيبه النادي الاهلي السابقه، بس دي مالهاش علاقه، ولكن اللي ليها علاقه ان هي لعبه جيده، وحتى لو في نادي سبورتنج اكيد هنشيد بيها.